بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور محمد هندو، منسق دائرة الدراسات الإسلامية بمؤسسة الأصالة. يسعدني في هذا الفيديو القصير أن أعرفكم بنشاط جد مهم ونوعي لدائرة الدراسات الإسلامية، والمتمثل في الملتقى الدولي الأول، والذي سيكون حول موضوع التراث الإسلامي وسؤالات التجديد. هذا الموضوع الذي يعد أحد قضايا الساعة المهمة من الناحية العلمية والفكرية والثقافية، والذي يتعين على أمتنا أن تتوصل فيه إلى مقاربات دقيقة لتكون خطوة من الخطوات الراسخة نحو الانعتاق والإقلاع والبناء الحضاري. هذا المؤتمر سيتضمن مشاركة 50 أستاذا بين محاضر في المؤتمر ومداخل في ورشة من الورشات، وذلك من كافة أنحاء الوطن، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكذا من خارج الوطن من دول عربية وإسلامية شقيقة. 50 محاضرة ومداخلة ستتناول هذا الموضوع من زوايا معرفية متعددة، من زوايا شرعية وفلسفية وتاريخية وفكرية ومناهجية واجتماعية وسياسية وإعلامية وكلامية وغير ذلك من التخصصات العديدة. كما نأمل أن يحضر لهذا المؤتمر ممثلون ذوي أهمية لمؤسسات علمية وثقافية مهمة ومرموقة في الساحة الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الأستاذ جمال عناق بجامعة بسة. سعدت كثيرا وتشرفت بدعوة مؤسسة الأصالة الملتقى المزمع نعقده إن شاء الله في 17 مارس، وأنا إن شاء الله سأشارك بمداخلة تحت عنوان تفعيل التراث الإسلامي الماضي والحاضر والمستقبل. نلتقي هناك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، معكم الأستاذ عبد القادر فرجاني من ولاية المدية. في الحقيقة أنا سعيد جدا بمشاركتي في مؤتمر أصالة للدراسات الإسلامية العدد الأول، التراث الإسلامي وسؤالات التجديد، الذي ستنظمه مؤسسة الأصالة بالجزائر العاصمة، وسيكون حول موضوع مهم جدا هو قيمة التراث الإسلامي في ظل سؤالات التجديد، وستكون لي مداخلة حقيقة في موضوع توظيف المناهج الغربية عند المسلمين، كتاب الاستشراق للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد المذجة، الذي أحاول أن أوجهه نقديا واستراتيجيا لكي يبرز الحقيقة من التوظيفات الضمنية في مجال التراث عند المسلمين. بارك الله فيكم وجزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسعدنا تواجدكم إن شاء الله في مؤتمر الأصالة الذي اتسم بعنوان التراث الإسلامي وسؤالات التجديد، وسيكون لنا فيه بحول الله مداخلة، والتي أتت تحت هذا العنوان: أثر التراث الإسلامي على الأزمات المعاصرة بين الاتهام والتبرئة، وهي مداخلة باشتراك الأستاذ معيوف جلال الدين من جامعة ظهردايه والأستاذ عبد الرحمن بالعالم جامعة باتنا. انتظرونا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نور الوجود وأشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشا روابح من الجزائر. أشكر السادة القائمين على مؤسسة الأصالة على دعوتهم للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه حول التراث الإسلامي وسؤالات التجديد. محاضرتي بحول الله ستكون حول المنهج الصوفي ودوره في تجديد الخطاب الديني. أتمنى لجميع المشاركين في المؤتمر والقائمين عليه التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الباحثة مريم فيلالي، مشاركة بمؤتمر الأصالة للدراسات الإسلامية العدد الأول الذي تم عنوانته
التراث الإسلامي وسؤالات التجديد المقام بمؤسسة الأصالة للدراسات الشرعية والإسلامية. عنوان مداخلتي كان تحت عنوان مكامن الوصل والفصل بين التراث والتاريخ في الفكر العربي المعاصر. أحاول الفصل في هذه المداخلة بين التراث والتاريخ كونهما مصطلحا كل واحد له ماهيته وأركانه وتعريفه الخاص، بينما في القديم كان التراث هو التاريخ، أو بعبارة أخرى لا يتم الفصل بينهما، بينما الفكر العربي المعاصر يحاول تقنين المصطلحات وتحديد ماهيتها. ولذلك أحاول الفصل بين مكامن، وهنا أعرض مكامن الوصل وأعرض مكامن الفصل بين هاتين المصطلحين لأخرج بنتيجة مكامن الفصل بينهما كمصطلحين كل واحد منهما له ماهيته الخاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحبتي بالله، مرحبا بكم جميعا. معكم الأستاذ كحلي محمد، جامعة وهران الجزائر. في الحقيقة أنا سعيد جدا بمشاركتي في العدد الأول لمؤتمر الأصالة للدراسات الإسلامية التي تنظمها مؤسسة الأصالة، والتي ستكون حول موضوع مهم جدا يتعلق بالتراث الإسلامي وسؤالات التجديد. ستكون لي مداخلة مشتركة مع الأستاذ طارق الجلالي حول موضوع الإعلام الإسلامي واستدعاء التراث، تحديات الانفتاح والتصاعد الخلاف العقائدي الذي حاولنا فيه أن نبرز كيف يعمل الإعلام الديني إلى نبش التراث لتفعيل الخلاف العقائدي والقفز إلى القضايا التراثية وتحريك مياهها الرافدة، وكذا العودة إلى طرح نقاشات وتفسيرات لا تتصف بالتجديد والاجتهاد. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد علواش من المغرب. عنوان مداخلتي سيكون حول علاقة المفكر العربي بالتراث الإسلامي، وطبعا سنتناول طبيعة هذه العلاقة وحدود اشتغال المفكر العربي على التراث الإسلامي بآليات ومناهج، سواء تخدم هذا التراث أم تعمل على نقده ونقضه. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، معكم الدكتورة قاسمة فاطمة الزهراء من جامعة الطاهر محمد بشار. أتشرف بالمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول التراث الإسلامي وسؤالات التجديد المنظم من طرف مؤسسة أصالة للنشر والدراسات والتدريب، المزمع عقده بالجزائر العاصمة في تاريخ 17 و18 مارس 2019، ومداخلتي موسومة بعنوان التراث الإسلامي وظاهرة الإرهاب في الدول الغربية، وتتمحور حول أسباب ربط التراث الإسلامي بظاهرة الإرهاب ونتائج ذلك. إلى الملتقى إن شاء الله. فعلى هذا الأساس يسعدني أن أدعوكم معاشر الأساتذة والطلبة والمثقفين والمهتمين بالدراسات الإسلامية خصوصا والدراسات العلمية والفكرية عموما لشهود هذا الحدث المهم بالحضور والتفاعل، وذلك يومي الأحد والاثنين 9 و10 من شهر رجب الحالي الموافق 17 و18 من شهر مارس، والمكان هو المكتبة الوطنية بالحمة الجزائر العاصمة. وإلى ذلك الملتقى إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله ودمتم في حفظه ورعايته.